التفت الطفل محمود عباس للخلف ليلقي نظرة أخيرة على مدينته صفد قبل أن يواصل سيره مع أفراد عائلته في قافلة طويلة متجهة شرقا. كان يتملكه إحساس خفي يدفعه لإلقاء تلك النظرة التي قد تكون الأخيرة، وقد كانت. في سوريا كنا إن لم نعمل لا نأكل ولا نسكن. عرض علينا جارنا البلاط أن أعمل معه عاملا أحمل البلاطة وأخلط الإسمنت لقاء ليرة سورية واحدة في اليوم. كنا في الظهيرة نجلس لنتناول طعام الغداء. كان الغداء رغيف خبز وصحن دبس، طعام لم يتغير طيلة الأشهر الستة التي عملت فيها. كنت أثناء ذلك أشاهد الطلاب في مثل عمري يذهبون إلى المدارس، وألمح بعض من كنت معهم في مدرسة صفد، فينفطر قلبي حزنا وأسا على نفسي. كنت أتساءل لماذا لا يتاح لي أن أذهب إلى المدرسة وأتعلم كبقية أبناء سني، لكنني كنت أكتم هذه الرغبة المكلومة في نفسي. مرض الطفل محمود عباس لأن جسده الضعيف لم يتحمل أعباء العمل المضني، فطلب منه الطبيب التوقف عن العمل والانتقال للراحة، فانتقل ليعمل فراشا في مكتب للتعهدات، ثم مراسلا في مكتب مصالح عقارية، وهكذا من مكان إلى مكان حتى استقر به المقام نادلا في مطعم يعمل فيه من الصباح حتى منتصف الليل. قررت في أحد الأيام أن أتحدى الظروف والعقبات، وتقدمت بطلب إلى أحد المدارس لأتابع دراستي فيها. حصلت على الشهادة الإعدادية وعينت معلما في مدرسة ابتدائية. أصبح راتبي يتجاوز 100 ليرة سورية، كان مبلغا كافيا في ذلك الوقت لأعيش معه وعائلتي حياة كريمة. قررت الاستمرار في التمسك بالوظيفة مع محاولة تحسين مستواي العلمي.